نقيب المحامين يترأس أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالأردن تحت عنوان فلسطين القضية العادلة. نقيب المحامين يقود وقفة اتحاد المحامين العرب التضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مجمع النقابات المهنية بالأردن. نقابات المحامين الفرعية تنظم وقفات تضامنية لنصرة الشعب الفلسطيني على مستوى الجمهورية. نقيب المحامين يعلن عن إعداد قافلة مساعدات تحمل اسم النقابة لمساعدة الشعب الفلسطيني. مجلس نقابة المحامين يوافق على زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه والحد الأدنى إلى 2000 جنيه. مجلس نقابة المحامين يوافق على لائحة النظام الداخلي للنقابة ومدونة السلوك المهني من حيث المبدأ. نقيب المحامين يترأس جلسات حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد ويوجه نصائح لشباب المحامين. النقيب العام يشارك في تكريم المتفوقين من أبناء المحامين بالعياط. نقابة المحامين تعقد دورة مجانية في قانون الإجراءات الجنائية.